السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. إخواني الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد، ولا ننسى كالعادة العلم للجميع. في هذا الدرس سوف نشتغل على خارطة بي ام دبليو في العقل ام او 9. نزلته من المجموعة من الجروب. سوف نشتغل عليه كالعادة. هناك عضو مشترك في المجموعة في الجروب، طلب دي تي سي اوف، سيلغي العطل 27 سي دي. سنتعلم في هذا الدرس استخراج طابل الاعطال، ومن ثم طابل الاو بي دي، ومن ثم طابل الماسك. Donc, dans ce cours, on va apprendre comment extraire les trois tables, table DTC, table OBD et table mask. Donc, نبدأ بسحب الملف داخل Windows. Donc, كما ترون الملف أصلي شكسم باللون الأخضر، دونك لم تقع عليه تغييرات من قبل. دونك نتجه للسيس بيت ونبدأ بعملية البحث لهذا العطل. كما ترون موجود مرة واحدة في الخارطة. Donc on a utilisé cette fenêtre pour chercher ce code. Donc ce code il se trouve une seule fois dans la cartographie. Donc comme vous voyez ici, il y a deux types de codes. Donc des codes qui contiennent beaucoup de lettres comme 27BB, 27CD, 2780, 27 7A. Et des autres codes, il n'y a pas presque de lettres, totalement de lettres. Donc c'est ça la première remarque. Donc في هذه الخارطة عندما نلاحظ مكان تواجد العطل، نلاحظ أن هناك مجموعتين قسمين. قسم يحتوي الأغلبية، نستطيع أن نقول الكل، أرقام فقط. والجزء الثاني أو القسم الثاني، الأعطال متكونة من أرقام وأحرف بالفرنسية. Donc il existe deux types. Donc ces deux types, la première table c'est la table générique, table DTC, et la deuxième table c'est la table OBD spécifique pour la marque BMW. Donc le juste الأول هو الأعطال التي تبدأ بالP. عادة ما يسمونها أعطال جينيريك، والأعطال الأخرى هي عندما نقوم بالتشخيص تظهر هنا في بماكينة أو كيف نسمي التي نقوم بالتشخيص بها، ليست المبرمجة. المهم أن هناك قسمين. دونك سنبدأ بتحديد القسم الأول ثم القسم الثاني. سنصغر الجدول قليلا كالعادة، أربع أروقة، وننظر البداية. دونك سنقوم أولا ب لا بروميير تابل دي تي سي. دونك أون فا كومونسي بار لا تابل دي تي سي. دونك أون غليس فير لو هو دوسمون، إي أون أوبسيرف بيان لكود ديفو. دونك نصعد للأعلى وننظر أن
قد انتهت هنا. يعني بدأنا نحدد بداية رأس الجدول. Donc ici on va commencer pour prendre la décision quel est le point de départ de ce tableau. Donc on passe au vue 2D. Donc on va augmenter la taille pour bien voir la courbe. Donc قمنا بتكبير الشاشة كي نرى بالوضوح الكامل شكل الخرائط الموجودة هنا. دونك يبدو أن النقطة هذه النقطة. دونك سوف أكبر قليلا فأكثر. دونك هنا نقطة أو هنا. دونك سواء إيسي سواء إيسي. دونك أون فا روتورني. دونك سيت 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 بوان إلي كلير. N'est pas foncé comme cet point. Donc on va commencer par cet point. Et on va glisser les 4 zéros jusqu'à début de la ligne. Donc comme on a dit, تقديم الأربع أصفار إلى مقدمة السطر. من هنا سوف نحدد رأس الجدول. Donc on va commencer par ces points comme début de tableau. Tableau de TC, bien sûr. Donc on va ajouter. On va ajouter une nouvelle table. Donc, حددنا هذه النقطة. Donc, on a cliqué sur ce point. Donc, on prend l'adresse du début par from hex damp cursor. On va choisir 4 colonnes. Et ici, on va choisir arbitrairement 100, par exemple 120, n'importe quelle valeur. 16 بيت يبقى 16 16 و16 في الباص. دونك بدات عمليه الاختيار هنا للجدول. دونك اون فا غليسي تو دوسمون اون فا فوار كيل فو اجوتي دي زوتر ليني بور اتاندر لا تيرمينيزون دو تابلو. دونك عندما نرى هنا النهاية ليست هنا نهاية. دونك ننزل إلى الأسفل حتى جيسكا أتاندر سي بوان أو سي بوان. دونك إليا دي كاتر زيرو تستطيع أن تكون هذه الفاصلة بين جدول الدي تي سي وجدول الأو بي دي. دونك أون فا أرفي جيسكا إيسي أون فا فوار. دونك سي Si on n'a pas bien choisi le point de départ, donc on peut savoir ça. Donc je veux dire comment savoir est-ce qu'on a bien choisi le point de départ. Donc عندما نخطئ في نقطة الانطلاق سوف أريكم كيف نتعرف هل قمنا باختيار النقطة الصحيحة أم لا. وهذه أهم حاجة وهذه أهم ما يذكر هنا. دونك كيف نتعرف اننا اخطانا وكيف نتعرف على النقطة الصحيحة. دونك ساقوم بإضافة وننظر. دونك لقد اجتزنا هذه النقطة. دونك سوف ننقص. دونك on a dépassé les 4 la ligne de 0. دونك je vais saisir de 100. Donc on va ajouter 205, 207. Maintenant on a bien choisi la terminaison du tableau. Donc 207. Donc 4 colonnes et 207 lignes. 4 arwiqa ou 207 satr. الآن سوف أحاول الانطلاق من هنا. تظهر هذه الانطلاقة عادية. دونك
je vais choisir ce point comme départ, et ajouter une nouvelle map, une nouvelle cartographie. Donc on a saisi ici 4 et 207. Ici on va choisir 4. Pardon, ici on va cliquer sur point de départ. Ici on va mettre 4. Et on va mettre 207. Donc on va voir la terminaison du tableau. Donc on peut on va gérer le 16 le 16 ici donc on a des arcades différentes hello donc on a les ho donc on va y avoir الآن أصبحت متماثلة، الأرقام متماثلة 29.06 29.06 27 بي بي وننظر دونك أول ما نلاحظ هنا لقد قمنا بنفس الاختيار الموجود هنا 4207 وهنا 4207 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن هذا الجدول قد تجاوز الأعطال تجاوز الأعطال لو ننظر هنا صغر قليلا ننظر أن النهاية هنا طب ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الأعطال الـ OBD لا تتماثل بعدد الأروقة مع الأعطال الـ DTC. دونك ماذا يعني هذا؟ يعني هذا أننا يجب أن نغير عدد الأروقة. دونك نبدأ بالآن وننظر. دونك عندما وضعنا آن دونك خلط تأكد لدينا أننا قمنا بالاختيار الصحيح. دونك كما ترون هنا هذه النهاية وهذه البداية وهناك سطر فارغ بين جدول الأعطال وجدول الأوبيدي ماذا نستنتج هنا؟ قمنا بنفس الاختيار ما بين التاب الأوبيدي 4207 وعندما وضعنا 4207 تجاوز هذا الجدول تجاوز الرسم البياني الموجود في الخارطة من هنا نستنتج أننا لا نستطيع أن نضع التماثل العددي في الأروقة دونك رمارك إيسي ستين رمارك امبورتونت كون اشوا سي كون اون اشوازي لي ميم اوبسيون بور لا تابل دي تي سي دونك سي تادير اون 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 ايكري إيسي 4 إيسي 207 اون رماركي كو لا تابل ا ديباسي la courbe ici. Donc, par cette remarque, on déduit que les deux tables ne ressemblent pas avec le nombre de colonnes. Donc, il faut commencer par 1 et voir. Donc, on a commencé par 1 et exactement, on a bien choisi la terminaison du tableau. D'OBD. Donc, ça va au sort de la recherche de texte. Ça va avoir un domaine. Maintenant, la même chose est la table
قبل المسك. دونك قبل المسك كيف نتعرف، كيف اننا نتعرف على قبل المسك؟ عادة بالاستعمال المتكرر وبالتدرب تستطيع ان اذا رايت الشكل التاب الماسك تتعرف عليه. دونك نغير الشاشة الى شاشة الـ OBD ونصعد شيئا فشيئا. دونك سوف اكبر الشاشة هكذا. هذا جدول اول، الجدول الذي نراه الان هو الـ OBD. دونك سوف اكتب عليهم هذا الـ OBD وهذا DTC. دونك هذا الـ OBD كما ترون وهذا DTC. قلنا الطاب الماسك عادة ما يسبق طاب الـ DTC وشكله يكاد يكون تستطيع أن تتعرف عليه. هذا هو شكله، الشكل عادة مستطيل أو مربعات صغيرة ويكون هذا شكله تقريبا. نكبر وننظر أن هناك نقطة، يا أما النقطة هذه أو النقطة هذه أو النقطة هذه. كيف سنحدد نهائيا هذه النقطة؟ قلت سوف أريكم طريقة إذا قمنا بخطأ في الانطلاقة في أحد الجداول. دونك كومون اون ديسيد كو سي بوان سي لو بوان دو ديبار اكزاكت. دونك اون ريتورن سور لو في تكست بوي لو 8 بيت وننظر هنا الانطلاقة ستكون يا اما من هنا يا اما من هنا يا اما من هنا. الاكثرية ستكون من هنا او من هنا. اذا اخترنا هذه نعود ونرى ان هذه هي النقطة، واذا اخترنا هذه النقطة هي في كما ترون في الشاشة. ونعود للشاشة هنا ونضيف جدول ثالث. نصغر هذه من هنا الانطلاقة. طابل ماسك من هنا، وسوف نضع 4 ونجرب بدون 7 لما أظن. وننتظر ونراقب. هنا يجب أن نراقب، ننظر ماذا وقع الاختيار وننظر هل قمنا باختيار الماسك هذا الكرب مربع فقط على شكل مربعات أو تجاوزناه. نلاحظ هنا أننا قد تجاوزناه. هذه نفس الملاحظة بالنسبة لجدول الـ OBD، يعني أننا ليس هناك تماثل في عدد الأروقة. إن يبقى نفس عدد الأروقة. دونك il faut changer. دونك on a dépassé beaucoup la terminaison du tableau. Donc je vais commencer par 1 وننظر. سوف أتأكد هنا 207 وهنا 207.
الآن نعود وننظر. الآن أصبح الشكل نوعا ما كما تلاحظون، يبدو أننا قمنا بالاختيار الجيد. الانطلاقة من هنا والنهاية من هنا، دو ديبي اي سي الى ترميزون اي سي. maintenant comment décider qu'on a bien choisi la départ. Donc vous remarquez ici il y a une ligne totalement de zéro. Donc ici dans la ligne 8 et ici dans la ligne 7, c'est-à-dire il y a un décalage d'une ligne. Donc il faut faire la correction. Donc comme vous le voyez, il y a un échelon de sacre. Les 4 asphars ne sont pas compatibles avec le schéma du masque. يعني ان هذا الجدول الانطلاقه تكون فيو انعكس، سوف تكون من هنا. ونعيد نختار رأس الجديد. Donc on va choisir la nouvelle point de départ et cliquer sur OK. Maintenant on a bien le 8, il y a ici le 8. Donc on va chercher des autres zéros, par exemple 36 ici, le 111. On va regarder le 111. Donc ننزل حتى ال 111. Donc ماذا نستطيع نقول هنا؟ أننا التابل ماسك يتماثل جيدا مع التابل أوبيدي. ننزل أسفل ونتثبت مثلا 179. Donc sélection supprimée avec le V 179 177 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
دي تي سي العملية صحيحة 100%. الآن كيف نقول أننا أن الطابل الأوبي دي يتماثل جيدا مع الطابل دي تي سي؟ وهذه نقطة مهمة. هنا ليس لدينا مثلا أصفار، والأخصائيون في البي ام دبليو في يعرفون هذه الأكواد. يعني إذا أخذنا هذا كود يجب مثلا في السطر، هذا سطر ثالث، معنى هذا الكود يجب أن يتوافق مع معنى هذا الكود. دونك هناك معروف كود اللي هو 420 وال 430 على ما أظن أنه للستوند لامدا. دونك سوف أبحث على هذا العطل. عادة البحث مرة يمشي ومرة لا. دونك سوف أبحث 420 430 نعود للأسفل. لم أجد 420. سوف أبحث عليه في الخريطة الأم وأنظر هنا ال 420 وأبحث الذي موجود في الطابل. هل هو داخل الطابل أو خارج الطابل؟ هو داخل الطابل.
أصعب وتثبت في بداية هنا الاختيار خاطئ، سوف أغير الاختيار 409 وهنا 904، الاختيار معكوس، أغير لو هي لو وأصبح الرقم متماثل. نعود لل 420 سوف نجده إن شاء الله 420 وتحته مباشرة 430. هذم العطلين هم لي على ما أظن، وإذا أخطأت أصلحوا لي في الكومنتر، لا تبخلوا علينا بملاحظاتكم. 420 و 430. 420 موجود في السطر 116، دونك لو 420 لو كود 420 اكزيست دون لو 116، دونك جو في الي سيو لو 116 وانظر الى هذا العطل، دونك 28 24 سوف ابحث عليه، 28 24 بي ام دبليو وننظر ماذا سيعطينا هذا العطل. شوف ازيد اتثبت 28 24 28 24 دي تي سي وننظر. دونك بريسيون كنترول، بريسيون كنترول سور زويت سيركوي، دونك ليس عطل، وسوف ابحث هنا عن بي ام دبل في، أزيد كلمة كود كي دونك سيركوي دو كاتاليزور، نضغط عليه المشكلة، هذه المشكلة في البحث إذا تعرضتكم، ما عليكم أن تنتقلوا الفايرفوكس، الفايرفوكس جوجل كروم عامل حماية ضد المواقع التي لا تشتغل بالبروتوكول HTTPS. دونك ننتظر اشتغال الفايرفوكس. هذه أعزائي نقطة مهمة كي نتأكد من صحة تقابل الجداول، وإلا ستكون عملية إلغاء غير دقيقة. دونك سيركوي دو كاتاليزور، دونك سيركوي دو كاتاليزور دونك صوند رومبلاسمون دي صوند لامدا، دونك يعني عطل في اللامدا. نعود الى اذا هنا، دونك سوف اخذ هذا العطل 27 38 27 27 27 38 نضغط هنا، قد ظهر علينا هذا العطل ونبحث ما معنى هذا العطل. هذا العطل هو تفسير العطل والبي هربت والبي 430. يعني نعود الى الوينولس، ماذا يعني؟ معنى اننا عندنا هناك سطر يجب ان نحذف سطر من هنا كي تتقابل ال 27 38 كي تصبح في ال 116. دونك الفو سي برومي كومون اون ا ديسيدي كون ان ديكالاج دون ليني سيت كود
n'est pas équivalent à le code 420. Donc il faut décaler la troisième table pour qu'elle soit le 2738 dans la ligne 6. Donc la table OBD, donc à droite de la table OBD, view in hex, نتقدم خطوة للأمام كي نغير نقطة الانطلاق. نضغط على OK ونعود ل 16. الآن 16 أصبحت متقابلة مع 420 و 430. تستطيعون أن تبحثوا عن أي عطل آخر، مثلا هذا يقابل هذا، هذا يقابل هذا، مع هذا عطل معروف جدا. وإذا أردتم أن تلغوا الستوند لامدا سوف تحذفون السطر هذا 16 116 عفوا نتقابل انطلاقا من 98 هنا. تغير هذه صفر وتغير هذه صفر وتغير هذه اف اف وتغير هذه اف اف. بالنسبة للعضو المشترك معنا في الجروب نطلب حذف ال 27 سي دي. دونك il y a un membre dans le groupe qui a demandé de supprimer le 27 CD. Donc ça va faire 27 CD. 27 CD. سوف أجرب البحث هنا. نعم لقد وجدها. الـ 27 دي متواجدة في الرقم هو 35. دونك نتجه لـ 35. دونك 17 من فوق، 17 من هنا. وسوف أحذف الـ 27 سي دي المتقابلة مع 35 هنا. أريد أن أعرف ما معنى 27 سي دي، سوف أقوم بعملية بحث بنسات سي دي. دونك سيستيم ايفابوراسيون فيول. دونك حسب البحث ديفود فيد دو ريزرفوار. لا اعلم لماذا يريد حذف هذا العطل، لان هذا العطل اذا حذفته عندما يكون عندك تسرب في الغازوال، الكهرباء السيارة لا تستطيع ان تقرا هذا العطل. عادة لا نستطيع ان نلغي جميع الاعطال، هناك اعطال يجب ان لا نلغيها. سوف أبحث 14.48. دونك جي دي ريشيرشي 14.28. سيركوي ليس هذا.
14/28 TGR temperature sensor نعرف لا أدري إن كان هذا الكود في البي ام دبليو في اللي هو نفس المعنى لم أجد كلمة بي ام دبليو في له علاقة بالإي جي آر ربما يريد إلغاء الإي جي آر 14/48 عفوا أخطأت في الكود 14/48 فويد دو ريزرفوار يعني عندما بحثنا على ايفنت سيت سي دي وجدنا فويد في ريزرفوار تسرب في خزان الوقود وهنا نفس الشيء نفس الكود نفس الكود جينيريك الذي يبدا بالبي اعطانا نفس المعنى يعني اننا ان هذا العمل عمل صحيح ونقوم بحذفه دونك هنا كات 0 وهنا نضع FFF 4F بهذه الطريقة قمت ألغينا هذا العطل ونسجل الملف الذي قمنا بحذف هذا العطل منه سوف أضعه في BMW هنا دونك هنا DTC of vent set CD سوف أقوم بحفظ JVExporte map pack نفس الشيء هنا DTC دونك فا ماسك DTC OBD وسوف أضع هذه جميع الملفات في رابط تجدونه في أسفل الفيديو إن شاء الله الآن أريد أن أثبت من شكسم حملت الملف دونك الشكسم صحيح قد تم معالجة الشكسم الآن نستطيع أن نقارن الملف الأصلي مع الملف الذي قمنا بحذف فينسيت سي دي هذه التغييرات التي يعني قام بها مع إصلاح الشكسم فينسيت سي دي ترونه هنا أصبح هنا اف 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 يعني on a bien travaillé on a bien supprimé notre code défaut سوف أضع هذه الروابط أترقب منكم ملاحظاتكم وأشكركم على الدعم والمتابعة وإن أخطأنا أصلحوا لنا نتعلم من بعضنا البعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في فيديو جديد كان معكم أخوكم وليد من تونس